اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5، مستنيه كل تليفوناتكم على 236 الاس ام اس على 92173، الخط الارضي على 09936. اي حد بيتكسف يخش على الهواء، سيبوا لنا الاسئله في الكنترول والبنات هينقلوها لنا وهنجاوب عليكم، مفيش اي مشكله خالص. زي ما تعودنا من اول ما الصيام بدا يوم الاحد الحلقه صيامي سلاش نباتي لاي حد بيحاول يخفف اللحوم لأي سبب، أو في حساسية ألبان وبيض ومشتقاتهم، أو بنخف على الجيب شوية لو كوننا الوصفات دي وعملناها النص التاني من الشهر تمشي الدنيا شوية. النهاردة عندي كوسة بالحمص، هنعملهم راب مع بعض كده، غدوة خفيفة، عشوة ظريفة جدا. هنعمل كمان مع بعض مكرونة بالبيستو، والبيستو هندخله شوية سبانخ عشان الفايدة والحديد، وهنعمل مع بعض كيكة صيامي عشان زي ما طلبتوا مننا بنحاول نركز كمان على الحلويات الصيامي عشان يبقى فيه كده ايه تنوع على السفرة. طيب اول حاجة هبدأ بيها هي الكوسة بالحمص راب. عندي كوسة هنا، انتوا زي ما انتوا عارفين انا دايما بستخدم القشرة بتاعة الكوسة عشان احافظ على الفايدة، وعشان كمان احافظ على ان الكوسة ما تجيبش كل المية بتاعتها. القشرة بتحافظ على ان الكوسة لما شوحها على نار عالية جدا تقفل السوائل بتاعتها جوه. فعندي شرايح زي ما انتوا شفتوها كده رفيعه عشان اعرف الفها واعملها ساندويتش او راب. عندي ملح وفلفل، زيت زيتون، طماطم تشيري، عندي طماطم شرايح من غير القلب بتاعها عشان ما تنزلش ميتها، بصل احمر متقطع شرايح، عندي هنا ورق سلق. ورق السلق ده ممكن يبقى ورق سبانخ او يبقى جرجير. عندي خبز التورتيا او التورتيلا، هو اسمه تورتيا بس احنا متعارف عليه في مصر اسمه تورتيلا، وده العيش المكسيكي، ولو مش موجود هنستخدم العيش الشامي او اللبناني مفيش مشكله خالص. وعندي حمص مسلوق. طيب نقول بسم الله. هنا انا مسخنه الوق كويس جدا، هنزل عليها معلقه واحده زيت زيتون او زيت ذره للي ما عندوش او مش عايز يستخدم زيت زيتون. هستلف فص ثوم من هنا يبقى زيت زيتون، فص ثوم مفروم، ده أول تغيير ليا، لسه ليا كذا تغيير تاني. يعني مش من أولها كده هنخلص على بعض، لا لسه قدامي شوية يعني. زيت زيتون، فص ثوم مفروم على نار عالية جدا جدا جدا، ملح، يا أستاذ أشرف، فلفل أسود. يا مساء الفل. مساء الفل يا استاذ اشرف، ازاي حضرتك؟ معاك الشيف اشرف شاهين من القاهره. عبد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا شيف، ازاي حضرتك؟ انا بتصل بيك عشان اهنيك على ده، شرف ليا، دي شهاده اعتز بيها فوق راسي، ربنا يخليك. جدا وانا متابعك من زمان والله. ده شرف ليا يا شيف، ربنا يخليك. الله يخليكي، الله يخليك يا شيف اميره. اشكرك جدا جدا على تليفونك، كتر خيرك، ودي شهاده من اعتز بيها من حد في المهنه، كتر خيرك، بالتوفيق، ربنا يخليك يا رب. بصوا اللون، هو ده اللون اللي احنا عايزينه. الواحد بيتبسط لما يلاقي نفسيات كده سالكه، شيء لطيف يعني. فص ثوم، ملح وفلفل، زيت زيتون، الكوسه على نار عاليه جدا، غلفنا، مفيش ولا نقطه ميه في الووك، قفلنا، اخذنا الطعم واللون المظبوطين. البصل، الطماطم، السلق بايدي كده اهو، وهرفع من على النار. معلش الحساسيه والبرد عاملين قفله. هرفع من على النار دلوقتي بقى عشان انا مش عايزه دول يدبلوا، يعني عايزاهم يدبلوا بس مش عايزاهم يموتوا. يبقى كده اهو على الحرارة بتاعة الووك. طيب ده طبق ممتاز من غير أي إضافات هنعملها إحنا دلوقتي، يعني لو وقفت لحد كده وأكلته سوتيه ممتاز، لو سبته يبرد وأكلته سلطة ممتاز، لو سلقت شوية مكرونة ونزلتهم معاه بقى طبق مكرونة بالكوسة بكده برضو ممتاز، يعني مش لازم إن إحنا نكمل التكملة اللي إحنا هنكملها. طيب
الكبة اهي، كبة صغيرة هحط فيها الحمص. بسم الله الرحمن الرحيم. حمص مسلوق، عصرة ليمون خفيفة قوي، ملح، فلفل اسود، معلقة زيت زيتون، واضرب دول مع بعض. بسم الله. خشن، مش ناعم قوي. شكرا. بعدين هنعمل ايه؟ هجيب معلقة اخد بيها الاختراع اللي احنا عملناه ده. عايزين تحطوا له فص ثوم، عايزين تحطوا له معلقة طحينة، اوكي مفيش مشكلة خالص. هاخد بقى الاختراع ده اللي احنا عملناه، معلقة زيت زيتون، معلقة عصير ليمون، حمص مسلوق، ملح وفلفل. عايزين تحطوا له كمون، تحطوا له ثوم، مفيش مشكلة خالص. تحطوا له معلقة طحينة، اوكي. ادي كده زي الصوص اللي احنا عملناه يعني. وبعدين هاخد يوأنا. يوأنا معانا على التليفون. الو، عاملة ايه؟ ايه اخبارك؟ انا كويسة الحمد لله. كله تمام؟ اه الحمد لله. حبيبتي اموري، ممكن ابعت تهنئة؟ طبعا. بقول لماما كل سنة وهي طيبة، وبالنسبة عيد الأم. كل سنة وانتي طيبة وماما طيبة حبيبتي. نورتيني يا قلبي، شكرا، متشكرة جدا على اتصالك. هنا الجريل انا مسخناها كويس جدا، هديها بس معلقة من الزيت واخد كده ايه، بصوا سخنة ازاي، سخنة سخنة يعني. معلقة زيت وابتدي ايه، اتأكد بس ان انا غلفتها كويس جدا، وبعدين اقوم نازلة بالحتة اللي انا قفلت الساندوتش عليها، ودي مش هتاخد ثواني على النار. اوكي، نعمل واحد كمان. ادي الخليط بتاع الحمص، مدام روحية اهلا وسهلا. ازيك يا اميرة؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا عسل؟ ازاي حضرتك يا مدام روحية؟ اخبار حضرتك ايه؟ انا بصوت يعني بستنى الحلقة بتاعتك. ربنا يخليك يا مدام روحية، ده شرف ليا. الله يخليك يا بنت. اخبار حضرتك طيبة. ايه وحضرتك طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. الحمد لله الحمد لله، اهو بدانا نتصلح شويه الحمد لله. الحمد لله. الهمبرجر بتاع حضرتك الحمد لله. الحمد لله على سلامتك، عجبتك؟ الحمد لله. تسلم ايديكي. الحمد لله على سلامتك يا مدام روحيه. هو الجو صعب على الكل، معلش. لا الحمد لله، معلش. الحمد لله على كل شيء. تسلم ايدك على الحاجات الصيام اللي بتعملها. تسلمي لي يا رب، ربنا يخليكي ويقدركم يا رب ان شاء الله. متشكره جدا يا مدام روحيه، ربنا يخليكي. بصوا اهو الساندوتش، واروح هنا انزله على الحته برضو اللي انا قافلاها. وخلوا بالكم انا مستخدمه الحمص كسمغ عشان اقفل بيه العيش على بعضه عشان يبقى مقفول مظبوط. وبعدين اخد ده خلاص كده، يا دوبك باخد لون بس يا احمد من العيش، مش اكتر من كده. يا احمد. الو. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. اتفضل يا احمد. كنت عايزه اعرف طريقه عمل السينابون. حاضر، عينيا. طريقه عمل السينابون لو سمحتوا، لو موجود عندكم تنزلوه لنا. وادي الحشوه، خلوا بالكم انا بقيه الحشوه دي هقدمها كده، مش هستغنى عنها لانها فعلا رائعه. هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. اهو بصوا ده هاخده هناك على الجريل، احط فيه كل ده اهو، واحطه هنا واقلب ده. تمام قوي، الله. وبعدين اخد ده تاني على النار ثانية. هعمل فيه ايه بقى؟ هحط له الحمص.
كده وهحط له شوية طماطم تشاري وشوية حمص صحيح وهقدمه كده زي ما هو. طبق جانبي رائع، عندكم شوية مكرونة مسلوقة عايزين تحطوهم عليهم هيبقى هايل. بس كده هرفع ده من على النار، يدوبك سخنتهم بس مع بعض. يبقى ده طبق جانبي زي ما هو كده، السندوتشات هنا خلاص اهي. اهو رائعة. بس هياخد لون وهرفعه كمان من على النار. عشان نقدمهم ناخد ده الاول معانا. يلا بينا هنطلع فاصل، هكون قدمت الطبقين دول ونرجع نعمل مع بعض تاني صنف معانا المكرونة. استنونا. اهلا بيكم معانا. عملنا قبل ما نطلع فاصل السندوتشات اللي بالكوسه، انا قدمتها بطريقتين، قدمتها كراب كساندوتش وقدمتها كطبق جانبي، وزي ما قلت لكم ممكن انتوا كمان تطوروها وتحطوا عليها شويه مكرونه مسلوقه فتبقى طبق منه فيه، يعني خلاص مش محتاجين حاجه جنبه. عشوه خفيفه لطيفه جدا، غدوه لطيفه وخفيفه جدا وظريفه. الراب ده ممكن يتحط للولاد في اللانش بوكس ما يقولش لا خالص. ان شاء الله هتجربوه هيعجبكم. مستنيه كل تليفوناتكم على 236 والخط الارضي على 0909-36. يا مدام يسر. صباح الفل. صباح القشطه. ازيك؟ اخبار حضرتك ايه مدام يسر؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يخليك يا مدام يسر. لا اقصى على البرد اللي مضايقك ده. برد وحساسيه وكومبو كده غريب يعني. الحمد لله. ألف سلامة عليك. الله يسلمك. يا الله يسلمك، ربنا يخليك يا مدام يسر. أخبار حضرتك إيه؟ ماما الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله. طب الحمد لله والولاد كويسين وكله كويس الحمد لله. ما نتحرمش من سؤالك يا مدام يسر، ربنا يخليكي. طيب يا حبيبتي نورتيني وشرفتيني. كتر خيرك يا مدام يسر، ما تحرمش من سماع صوتك أبدا، كتر خيرك. المكرونة احنا هنعمل بيستو، وتعالوا كده نقول لكم هو أصلا البيستو بيتعمل إزاي. البيستو أصلا بيتعمل بولا حاجة من اللي احنا عاملينها دي الحقيقة، يعني بيتعمل بريحان وتوم زيت زيتون ملح، وبعدين بنحط له كمية من البارميجان كبيرة، وبنحط له صنوبر. فاحنا شلنا الصنوبر لأنه غالي جدا، وهنحط أي مكسرات عندنا، فول سوداني، كاجو، أي حاجة عندنا. عندنا صنوبر خلاص، بس يعني لو ما عندناش هنحط له فول سوداني أو كاجو أو أي حاجة تانية، وبيكون ني مش محمص. أوكي. شلنا طبعا البارميجان عشان ده صيامي، فلو انتوا مش هتعملوا وصفه صيامي وهتحطوا بارميجان او جبنه رومي ماشي الحال. اوكي. بقيه المقادير عندي: عصير ليمون، ملح وفلفل طبعا، بصل مفروم ناعم، مكرونه مسلوقه اي نوع مكرونه مسلوقه اللي موجود، واحنا هندخل لها السبانخ كنوع من انواع الاضافه للوصفه عشان تبقى صحيه اكتر ويبقى فيه سورس للحديد في الاكل يعني. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل الوصفة على مرحلتين. ادي مرحلة شوية زيت زيتون، بصل، ملح، فلفل، وبعدين اجي في الكبة احط الكاجو او اي مكسرات هنستخدمها، فص ثوم مفروم هنا على النار، وبقية الثوم في الكبة، ريحان، سبانخ. ده صوص يعني صوص البيستو ده هعمله واشيله في برطمان في التلاجة واستخدمه وقت ما انا عايزه اهو. يبقى تاني كده بالراحة. هنا حطينا ايه؟ حطينا زيت زيتون، ملح وفلفل، بصل مفروم، ثوم مفروم اهم. في الكبة حطينا ايه؟ كاجو، ثوم مفروم، ريحان، سبانخ، زيت زيتون،
ملح، فلفل اسود، عصره ليمون، وهشغل الكبه يا اميره. هرفع ده من على النار. اميره ازيك؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله حبيبتي. امور يا اميره؟ انا بحبك قوي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي. امور يا اميره. امور يا حبيبتي. بصي، هو الخلطه الاولانيه اللي عملتيها رول ديت، ينفع تحطي فيها جبنه؟ طبعا. طبعا، انا عشان بس شغاله صيامي ما قدرتش احط الجبنه، لكن طبعا يحبذ يحط لها الجبنه، هتبقى حلوه جدا. السؤال الثاني، اي حاجه انت عايزاها، اي جبنه بتمط، موتزاريلا، تشادر، فلامنك، جودا، اي جبنه بتمط، اي جبنه صفراء، عايزه تحط لها جبنه بيضة حتى، قريش او فته، مش هتقول لا برضو. السؤال الثاني بقى، ولادي بيحبوا النودلز جدا، عايزه اعملها في البيت بقى. انت عندك حق بقى، على فكره انا كمان ولادي بيحبوها جدا ومنعهم منها، والموضوع عامل لي مشكله في البيت، لازم نعملها في البيت النودلز الاكسبرس يا رضوى لو سمحتي. النهارده الحد على فكره، لسه ما خلصش، مش كده؟ حاضر عينيا، هنعمل النودلز الاكسبرس. حاضر. بصوا بقى، وانا شغاله كده هبتدي انزل بقى ايه، نقطه زيت زيتون من هنا كده. انا حطيت معلقتين، المفروض استخدم شويه حلوين، يعني نص كوبايه، كوبايه الا ربع للكميه دي، فانا هبتدي انزل شويه صغيرين كده وهي شغاله. اوكي، احنا مش ناسين يا جماعه، ان شاء الله هنعمل لكم حلقه مخصوص عن زيت الزيتون بانواعه وباستخداماته، وعن الكينوا. استاذه رضوى وانت بتشتغلي في البريك داون بقى بعد اذنك. ما انا لازم ازنقك وانا على الهواء، عشان بعد الهواء مش هعرف اتكلم معاكي. فانا ازنقك على الهواء، وبعدين ايه بعد الهواء بقى ايه، انا بمشي بسرعه. الموضوع خلص. طيب اهو، بصوا بقى، بصوا الصوص عامل ازاي، وبصوا اللون رائع. استخدموا بقى شويه بارميجان لو مش هنعمله على صيامي، استخدموا شويه فول سوداني لو ما عندناش امكانيه ان احنا نجيب كاجو او سنوبر او كده. وصفه هايله يعني. هنحطه في برطمان، ممكن جدا نحط جرجير بدل السبانخ، نحط سلق بدل السبانخ، نحط ريحان، بس نشيل بقى الريحان والسبانخ ونحط شبت او كزبره او بقدونس، اي خضره انتوا بتحبوها. الوصفه تقبل مليون تغيير. هاخد معلقه واحده يعني، عشان انا حابه بصراحه الطعم يبقى في المكرونه نفسها، واقلب كده، والباقي هحطهم جنب المكرونه. بس كده، رائعه اهو. مكرونه مغذيه جدا جدا، وعشان كده احنا قصدنا ندخل السبانخ في البيستو ده عشان تبقى مغذيه قوي، لان احنا اكل الصيامي محتاجين ان احنا ندخل شويه حديد ون ايه نصحصح الدنيا شويه. نجيب بقى الطبق. حاضر عينيا. جالنا تليفون زي ما بقول لكم دايما، في ناس كتير بتتكسف تخش على الهوا، ما بتبقاش عايزه تدخل، فاحنا تليفوناتنا 2360 09936، خشوا في الكنترول وسيبوا الاسئله. جالنا اتصال على الكنترول، عايزين طريقه البيستو تاني، تعالوا نعيد طريقه البيستو تاني. حطينا في الكبه، في الكبه مباشره كاجو ني او اي مكسرات نيه، حطينا سبانخ او سلق، حطينا حزمه صغيره من الريحان او اي نوع خضره، كزبره، بقدونس، شبت، عصره ليمون، ملح وفلفل، زيت زيتون، ثوم مفروم. ضربنا كل ده مع بعضه في الكبه، طلع ده شكله اهو. و هنحطه في برطمان، حطينا منه شويه على المكرونه، انتوا تقدروا طبعا تستخدموه بعد كده في اي وصفه من الوصفات، وممكن تدخلوا له الجبنه البارميجان او الرومي اذا بتعملوه مش صيامي. اشكركم جدا. ادي اعاده البيستو، نزين ده بقى كده بوحدتين ريحان عشان ما فيش بارميجان اهو.
قد كده يا جماعة، ممكن نستبدل حسب إمكانياتنا، حسب المتاحة عندنا، وحسب إحنا عايزين نعمل الأكل الصيامي، عايزين نعمله عادي، نباتي، عندنا حد عنده حساسية، يعني الأمور بتتطوع بسهولة للي إحنا عايزينه أو بنحبه. ما تتأيدوش. هنطلع فاصل ونرجع، هكون زبطت الدنيا عندي هنا، وهنرجع نعمل مع بعض وصفة الكيك الصيامي. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. عملنا مع بعض النهارده الحشوه بتاعه الكوسه الراب اللي بالحمص، عملناها بطريقتين، يا اما نحطها في راب يا اما حطيناها لوحدها كطبق جانبي. عملنا المكرونه اللي بالبيستو اللي بالسبانخ، وحطينا جنبها البيستو اللي بالسبانخ لو حد حب يزود، او انتوا هتشيلوها في برطمان لاي استخدامات بعد كده. دلوقتي هنعمل مع بعض الكيكه. الكيكه مقاديرها عباره عن ايه؟ كيكه بالشوكولاته صيامي، فهنخلي بالنا من اللي انا هقوله. عندي هنا كوبايه من دقيق القمح او دقيق الحبه الكامله، عندي كوبايه من الدقيق الابيض، نص كوبايه من الكاكاو الخام، نص كوبايه من الكاكاو الخام، معلقه صغيره ونص من البيكنج صودا، كوبايه وربع من السكر البودره، رشه ملح، كوبايه ونص من اللبن النباتي، يعني لبن جوز هند، لبن لوز، لبن نباتي، او هنحط ميه لو ما عندناش لبن نباتي حطوا ميه. عندكم كريمر نباتي وواثقين فيه، حطوا شويه كريمر على شويه الميه اللي يريحكم. بعد كده عندي تلت كوبايه من الشوكولاته القطع اللي هي تشوكلت شيبس، برضو غامقه مش محطوط عليها لا زبده ولا ميه ولا اي اضافات، غامقه. معلقه صغيره من الخل الابيض، معلقه صغيره ونص من الفانيليا او الفانيليا البودره، تلات معالق كبار ميبل سيرب، دايما نستبدله بالعسل عشان في ناس كتير بتقول غالي قوي وفي ناس كتير بتقول مش متوفر. اي ميبل سيرب عندكم استبدلوه بعسل ابيض او عسل اسود، مش هيفرق خالص. طيب الصوص، محتاجين نعمل كده حالا. طيب الصوص، عندي اتنين نوعين من الصوص او من الفروستنج، لان دي دايما بتبقى مشكله في الوصفات الصيامي او النباتي، الناس ما بتبقاش عارفه تحط على الوش ايه. فتعالوا احنا هنعمل، يعني عندنا وصفتين، اختاروا اللي تناسبكم او كل مره اعملوا حاجه. اول وصفه عندي نص كوبايه من اللبن النباتي، صويا، سمسم، اي مكسرات كاجو او لوز او كذا، او جوز هند او ميه. خلاص عندي نص كوبايه من السكر البودره، عندي تلتين كوبايه من الشوكولاته القطع الخام الغامقه مش باللبن طبعا، وعندي ربع كوبايه من زبده الفول السوداني. زبده الفول السوداني اسمها خداع شويه، هي مش داخل فيها زبده، هي عباره عن فول سوداني ني بيتحط على النار يتحمص، يتحط في الكبه الصغيره بتاعه البهارات، يتضرب لحد ما يبقى زبده، فدي مش داخلها اي حاجه غير فول سوداني. اعملوها في البيت لو انتوا عايزين تبقوا ضامنينها. ادي اول صوص او اول فروستنج. تاني واحد عباره عن علبتين كريمه جوز الهند، موجوده في السوبر ماركتس الكبيره في علب صفيح، كريمة جوز الهند، ربع كوباية من السكر البودرة، معلقة صغيرة من الفانيليا، كاكاو خام، ده لو انتوا عايزين تعملوا الفروستنج بالشوكولاتة او من غير كاكاو لو انتوا عايزين تعملوا الفروستنج ابيض. تعالوا نبدأ كده واحدة واحدة. وعايزة اقول لكم معلومة مهمة جدا، الكيكة دي عشان نباتي او صيامي فاحنا مش حاطين فيها بيض، لما بنشيل البيض بنحط خل، لكل بيضة بنحط معلقة خل صغيرة، خل ابيض، خل التفاح، خل عنب احمر حسب الوصفه، ده اللي بيعوض مكان البيض، اوكي؟ وطبعا بنحط البيكنج باودر او البيكنج صودا، ماشي؟ طيب ادي المقادير الجافه، نجيب بس حاجه نخلطهم مع بعض كلهم ونستخدم البوله دي كذا مره بقى في كذا حاجه. ادي كل المقادير الجافه على بعضها، السكر، الدقيق، رشه الملح، دقيق الابيض، دقيق القمح الكامل، رشة الملح، سكر البودرة، بيكنج صودا، كاكاو خام، طالما في كاكاو يبقى في بيكنج صودا، في أي حمضيات زي الليمون البرتقال في بيكنج صودا، في مكسرات في بيكنج صودا أهو،
نقوم نخلط دول مع بعض. ايون وبعدين احطهم في العجان يا نهله. هنزل عليهم بالمقادير السايله بعد ما برضو هخلطها مع بعض كلها. نهله الو مدام نهله اهلا وسهلا. ايوه عامله ايه؟ ازاي حضرتك؟ كويس الحمد لله. طب مني الطلب طبعا اموري. عايزاكي تعملي حلقه على تشيز كيك السخن والبارد. حاضر عينيا، احنا عملنا حلقه قبل كده لكن اعيد لك حلقه ثانيه للتشيز كيك السخن والبارد. ايه تاني؟ وعايز اعرف ايه الفرق بين الجبنه الحلوه او الجبنه اللي هي مش مملحه؟ لا مش فاهمه يعني ايه الجبنه الحلوه والجبنه اللي مش مملحه. اللي الحشوه، الحشو اللي بتحط في التشيز كيك. جبنه كريمي بدون ملح. جبنه كريمي. طب حاضر حاضر يا نهله، انا هرد عليكي. انا بس عايزه احط المقادير السايله كلها على بعض هنا. عندي هنا اللبن النباتي، هنا زيت، خل، فانيليا، ميبل سيرب او عسل، ما تقيدوش نفسكم. هنزل دول الاول وبعدين ابتدي انزل اللبن لان ممكن ما احتاجوش كله، فانا بحب ابقى ايه مطمئنه شويه. ادي كده واشغل العجان دي. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه خالص. اختلطوا، هبتدي انزل الشوكليت شيبس يا شيماء وبعدين اللبن. شيماء الو. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس كله تمام. اؤمري يا شيماء. اؤمري يا حبيبتي. لا بس انا بسلم عليك. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي نورتيني. بصوا انا هنزل الجناب وتحت وهاخد الكميه اللبن كلها اهي، بس انا بحب ابقى متاكده برضو. واشغل تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز، نلم اشيائنا. ممتاز، اسرع بقى شويه وشكرا. الكيكه كده خلاص جاهزه. هنعمل ايه؟ اي قالب عندنا. انا عملت النسخه، الشباب ربنا يديهم الصحه عملوا لنا النسخه في واحده مدوره. احنا هنعمل في انجلش كيك اهي، اي حاجه يعني اللي موجود عندنا مش هتفرق خالص. طيب قبل ما نطلع فاصل هنحط دي في العجان مع بعض بسرعه وهندخلها درجه حراره 180. الرف اللي في النص، الشوايه مش شغاله، تحت بس اللي شغال. المروحه شغاله اذا موجوده عندنا في الفرن. هنسيبها مده 25 دقيقه قبل ما نفتح عليها. لما بنفتح بنفتح بسرعه جدا ونقفل بسرعه جدا عشان الهواء ما يطلعش. لما بختبرها من النص والاقيها استوت بوارب باب، بقفل الفرن واقفل باب الفرن واسيبها 5 دقائق. بعد كده افتح باب الفرن اواربه واسيبها 5 دقائق، وبعد كده اطلعها على سطح مش سائع واغطيها بفوطه مطبخ نظيفه ومش مبلوله لمده 2 ساعة لحد ما تهدى خالص. لو الصينيه بتاعتنا بتلزق دي عشان بالشوكولاته، يبقى هبطن بزيت وعليه كاكاو خام مش دقيق. اطلعوا فاصل وارجعوا لنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طبعا لاننا مش هنلحق نوريكم الكيكه، جهزنا لكم نسخه منها هتطلع عاليه، هتطلع منفوشه، هتطلع حلوه جدا، ما تقلقوش خالص. اللي احنا عاملينها دي ضعف الكميه اللي احنا عملناها مع بعض عشان بس ايه تديني ارتفاع عالي. لكن انتوا هتعملوا الكميه اللي احنا عملناها وهتطلع ممتازه برده، ما فيش مشكله خالص. قولنا في نوعين من الفروستنج او من الصوص. اول واحد هنعمله دول، ده لبن نباتي وده كريمة جوز الهند. فأول نوع هحط في كسرولة على النار نص كوباية لبن نباتي، نص كوباية سكر بودرة، 2/3 كوباية من الشوكليت شيبس الغامقة عشان ما يبقاش عليها لبن، زبدة فول سوداني عاملينها في البيت عشان ما يكونش فيها زبده، عاملينها من الفول السوداني بس، برفعه على النار وهو ني ومش مملح.
بقلب فيه لحد ما يتحمص، بحطه بعد كده في الكبة الصغيرة بتاعت البهارات اللي هي المطحنة، وأقلبه لحد ما وأضربه أنا أسفة في المطحنة، لحد أطحنه في المطحنة لحد ما يبقى زبدة فول سوداني. أدي أول فروستنج معانا أهو. أنا مش هقدر أسيبه لأن أول ما هيختلط ويلمع كده وما يبقاش فيه أي تكتلات لا من الشوكولاتة ولا من الفول السوداني هرفع من على النار، والريحة هنا خطيرة. طيب ده هيتساب في التلاجة، هيجمد، هيبقى فروستنج تقيل تحطوه على الكيكة، عايزين تحطوه عليها دافي ويبقى سايل شوية أوكي، ويبقى دافي زي الشوكليت كيك اللي بناكلها بره، بتبقى هي دافية والصوص بتاعها نازل دافي وعليها بولة آيس كريم مثلا أو حاجة لو مش صيامي. أوكي ده جاهز خلاص أهو. نعمل النوع التاني بقى، نحط هنا علبتين كريمة، كريمة جوز الهند جاهزة محتاجة مساعدة معلش أهو، معلقتين كريمة جوز الهند من السوبر ماركت. طيب ما عنديش كريمة جوز الهند ومش لاقيها في السوبر ماركت، أعمل إيه؟ فانيليا، سكر بودرة، وهنضرب دول، ولو حبينا نحط كاكاو عندي كاكاو خام عشان يبقى صيامي. طيب لو ما عندناش كريمة جوز الهند نعمل ايه؟ نجيب بودرة الكريم شانتيه النباتي، في عند مستلزمات الحلواني وعند العطارين نباتي، هنحط عليها مية ونضربها. بسم الله. دي لما تسيبوها في التلاجة انتوا بصوا لما احنا ضربناها القوام بقى عامل ازاي، قوامها مش لبن، قوامها ماسك نفسه كريمة. دي لما تتحط في التلاجة هتبقى زي كريم شانتيه بالظبط، هتبقى ماسكة نفسها زي الكريم شانتيه بالظبط، مش هتبقى سايلة كده. اوكي طيب لو احنا عندنا بودرة كريم شانتيه نباتي ممكن نحطها كمان مع كريمة جوز الهند وتبقى ممتازة وتربط معايا القوام. ممكن جدا احط لها معلقة نشا وانا بضربها تتقلها برضو اكتر، يعني دي حاجات هتتقلها اكتر، لكن هي لما هتخش التلاجة كده كده هتتقل في كل الحالات هتتقل، فانا بس هقدمها دلوقتي طبعا كده، لكن انتوا لو ما تدخلوها في بصوا القوام اصلا عامل ازاي اهي، القوام كريمة مش لبن، بس محتاجة تخش التلاجة تمسك نفسها شوية، او لو مستعجلين عليها قوي هنجيب لها بودرة الكريم شانتيه النباتي بودرة من عند مستلزمات الحلواني أو من عند العطار، أو هنديها معلقة كبيرة نشا الذرة هتربط برضو معانا أهو. أنا ممكن بقى أخد من الصوص ده بمعلقة كده بمغرفة صغيرة، هو دلوقتي دافي ما هوش سخن قوي، واخده كده على الكيك. بصوا اصلا هو تقيل ازاي من قبل ما نسيبه يبرد ولا حاجه، قوامه تقيل ما هوش قوام خفيف يعني. انا شخصيا احب الكيكه دي بالصوص دافي بيبقى احلى كتير. ممتاز. للتزيين بقى عندكم شويه تشوكليت شيبس تحطوها على الوش، رشة سكر بودرة، رشة كاكاو، عود نعناع، يعني الموضوع مش معقد أي حاجة. أنا ممكن هنا عندي نعناع بجد؟ فين وين
وين النعناع؟ أيوان. أنا افتكرت إن أنا اتجلبت بس متلاش اتجلبت. مش كرينة أهو. كم واحدة نعناع كده أهي. يعني أفكار كده بسيطة. طبعا شوية بقى فراولة، يا سلام يبقى في الظريف جدا. برضو عملنا أحلى كيكة صيامي، ما حرمناش نفسنا، أو نباتي، أو حد عنده حساسية من الألبان والبيض والكلام ده، وممكن حديها رشة من الكاكاو الخام كمان. نبص على الفرن بدأ يعلى. إذا حبيتوا تبصوا عليه بس بعد بقى ما احط الكاكاو. وانتوا هناك كده ألحقكم وانتوا هناك. يا جيهان نحط كده شوية. مساء الخير يا أميرة. مدام جيهان ازاي حضرتك؟ ازيك عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ الحمد لله كل سنة طيبين. وحضرتك طيبة وبالصحة والسلامة. أمور يا مدام جيهان اتفضلي. سلم ايديك على كل اللي تسلمي لي يا رب، كتر خيرك، الله يخليكي. أنا كنت بس عايزة أسألك سؤال في كفتة العدس. اتفضلي طبعا. أنا عملت كل الخطوات اللي أنت عملتيها قبل كده. أيوة. بس أنا حطيت الكزبرة جوه العجينة. الكزبرة الخضراء. بالظبط. في الكبة. نعم؟ في الكبة. فنزلت ميتها. فبقت بتفتفت. نزلت ميتها. مفيش مشكلة يا مدام جيهان، لو لسه عندك زودي لها معلقتين دقيق، ما ترميهاش ولا أي حاجة، زودي لها معلقتين دقيق وامسكيها بيهم، ولما تشكلي عفري بدقيق. هتمسك نفسها وتبقى زي الفل. الخضرة لما بتتحط في الكبة كتير بتصرف مية كتير جدا، فتخلي الكفتات تفك. حطيها في التلاجة شوية، عجنيها بمعلقتين ثلاثة دقيق كبار لحد ما تمسك معاكي. حطيها في التلاجة شوية، طلعيها شكليها عفريها بالدقيق وسويها، هتبقى زي الفل، ما تقلقيش خالص. ايه تاني مدام جيهان؟ بصمات ناعم. ماشي الحال. لا ينفع بديل بس الدقيق بيمسك اكتر. الصراحة يعني ليه؟ لان البقسماط مهما كان بيعمل تكتلات مش بيلم، فالدقيق الحقيقة بيلم اكتر. فالبقسماط بديل. الله يخليكي، بس الدقيق بيمسك بيدي نتيجة احسن، فما ترميهاش ولا حاجة. حطي لها الدقيق، عجنيها بيها، دخليها التلاجة، هديت، طلعيها شكليها، عفريها بالدقيق وسويها وهي ساقعة. يا ريهام. الو. اتفضلي يا ريهام. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام. انا عايزه اقول لك ان انا معجبه جدا ببرنامجك. تسلمي لي. يونيك ومختلفه جدا حقيقي يعني. من ذوقك حبيبتي، كتر خيرك. اموري يا ريهام. ربنا يخليكي. بصي انا دلوقتي جوزي عنده مشكله، عنده حساسيه ضد القمح. الف سلامه. الله يسلمك. فكنت عايزه اعرف طرق اعمله بيها اكل. حاضر. الحاجات اللي هي فيها كيك مثلا، فريجوليتين. حاضر. العيش او حاضر. انا هعمل حلقه مخصوصه للكبار جلوتين فري، عشان خاطر الحلقه اللي عملناها قبل كده كانت شويه للاطفال، يعني شويه رايحه لوصفات الاطفال، فهعمل واحده تانية للكبار. حاضر، الف سلام عليه. مش عارفه احنا لو يوم الاربع كان حصل ايه، احنا لسه لحد. حاضر. عينيا، هتنزلوا لنا السينابون ولا مش هنلحق؟ عايزه ابص على الفرن. ممكن نبص على الفرن؟ ممكن. يلا نبص على الفرن ونقول السينابون. انا يعني انا هفتح بدري جدا معلش، بس انا عايزه اوريكم قد ايه هي نفشت، عشان ما حدش يقلق في البيت. شايفينها ولا طلعها بره شويه؟ شايفينها بتهيألي. بصوا نفشت ازاي، فما تقلقوش، ما فيهاش بيض، لكن المقادير هتخليها تنفش. واحنا حاطين دقيق قمح كامل، فمديين فايده عاليه جدا. حاطين البيكنج صودا وحاطين الخل، هيعوضونا عن البيض كتير. انا طبعا فتحت بدري شويه معلش. طيب فما تقلقوش، هتنفش وهتبقى زي الفل. اشكركم جدا. السينابون بحط كل المقادير الجافه على بعض، بعدين ببتدي انزل باللبن والبيض، وبعدين بخلي الزبده مكعب مكعب في الاخر، بشيلها تخمر، بفردها، بحشيها بالزبده والسكر والقرفه، بعمل رول، بقطع، بسيبها تخمر مره كمان، وبعدين بدخلها الفرن درجه حراره عاليه جدا ووقت قليل جدا. بعد كده الفروستنج وعيشوا حياتكم. احنا تايم خلاص. مع الشكر، بشكركم جدا جدا. حلقتنا النهارده كانت حلقه مخصصه للوصفات الصيامي النباتي. احنا معاكم من الحد للخميس من 4 ل 5 على الهواء، اعاده الساعه 2 الفجر، اعاده تانية الساعه 7 الصبح. اميره شنب، برنامج اميره في المطبخ بالعربي على الفيسبوك، وسي بي سي سفره على كل السوشيال ميديا. استنونا.